وللحديث عن منافسات الليغا الإسبانية ينضم إلينا من القاهرة الناقد الرياضي شريف مصطفى. سيد شريف، برأيك ما هو السبب وراء خسارة الريال في مباراة أمس؟ غياب الشخصية، انعدام الثقة، وغياب نجم الفريق. ريال مدريد أو أي فريق كبير، الميزة الأهم له في المباريات التي لا يكون فيها بمستواه المعهود الفوز حتى مع غياب المستوى. غياب شخصية الفريق منذ رحيل زيدان ورحيل كريستيانو رونالدو، انعدام الثقة بسبب النتائج الأخيرة وخسارة النقاط وخسارة مفاجأة أيضا في دوري أبطال أوروبا، وغياب نجم الفريق القادر على حل الأزمات. رونالدو العام الماضي كان هو النجم الذي عندما يكون مستوى الفريق سيء كل اللاعبين يلجأوا إليه إلى حل الأزمات. السنة دي مفيش حد موجود، لوبيتيجي معتمد على سيبيوس على حساب أسينسيو، شخصية الفريق مش موجودة، لذلك ريال مدريد يعاني حتى الآن في إيجاد الحل وإيجاد الشخصية القادرة على الفوز في المباريات الصعبة. وريال أيضا يعاني في تسجيل الأهداف، الريال لم يتمكن من تسجيل الأهداف في آخر 4 مباريات، برأيك إلى متى سيستمر هذا العقم التهديفي بالنسبة لمهاجمي ريال مدريد؟ إلى أن يجد لوبيتيجي الشكل الأنسب للفريق، كما ذكرت أنه يعتمد على سيبيوس كجناح ووجود أسينسيو على مقاعد البدلاء، غياب إيسكو كان ضربة قاسمة إلى الريال بسبب الإصابة، غياب الإبداع عن وسط الملعب، الإمداد الهجومي، كريم بنزيما كالعادة يقدم مستويات كارثية، جاريث بيل بدأ الموسم بشكل جيد ولكن من الواضح أن حمل نجم الفريق ليس على قدر إمكانيات جاريث بيل. شخصية جاريث بيل لا تستطيع حمل الفريق على أكتافه، ما زال لوبيتيجي معاند بعض الشيء مع بعض اللاعبين مثل فاسكيز الذي كان حل مهم جدا لزيدان، الاعتماد على سيبيوس كلاعب وسط، الاعتماد على سيبيوس كجناح، يجب أن يبدأ سيبيوس وبعد كده نشوف مين هيلعب بعد كده. لوبيتيجي لم يجد إلى الآن الشكل الأفضل لفريق ريال مدريد، وأيضا غياب اللاعب المبدع كما ذكرت إصابة إسكو كانت ضربة قاسمة إلى ريال مدريد. طيب، أذهب معك للحديث عن مباراة برشلونة وفالنسيا على ملعب مستايا، برأيك هل سيستغل برشلونة تعثر الريال وينفرد بصدارة الليغا الإسبانية؟ على الرغم من صعوبة اللقاء بسبب أنها تقام على ملعب صعب جدا للخصوم كالمستايا، وأيضا بسبب موقف فالنسيا الذي يحل في المركز 16 وهو لا يليق به تماما، فالنسيا لم يحقق أي فوز على أرضه هذا الموسم، حقق فوز واحد في الليجا وبداية أيضا سيئة في دوري الأبطال، إلا أن برشلونة مجبر على الفوز اليوم على فالنسيا إلى يصل إلى الصدارة. من حسن حظ برشلونة رغم الإخفاق في آخر 3 مباريات، لكن نزيف النقاط من ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وضعه في الصدارة رغم البداية السيئة، لذلك برشلونة مجبر اليوم على تحدي الظروف وتحدي الصعاب في ملعب المستايا والفوز واستمرار النتائج الجيدة بعد الفوز المهم جدا في ويمبلي على توتنهام 4-2 في دوري أبطال أوروبا. شكرا جزيلا لك الناقد الرياضي شريف مصطفى، كنت معنا من القاهرة.